أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قبيل الانتهاء من تخصيص المصانع والورش الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي بنسبة 97% فضلا عن تشغيل 47 مصنعا. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء شريف إسماعيل. وخلال اللقاء عرض قبيل تقريرا حول الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى روسيا وما تم بحثه لدعم أوجه التعاون المشتركة بين البلدين، خاصة الجانب الاقتصادي، وضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. هذا فضلا عما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات من الجانبين لإنشاء منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس.